ومالي، وأنا والله لا أزكيكم على الله، لكن لا أظن أحدا في مقامنا ومجلسنا هذا إلا وفي قلبه من الأمنية العظيمة الجليلة يتمنى لو كان قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن حرمنا بقدر الله أننا لم نره، فإننا نسأل الله أن لا يحرمنا هديه ولا اتباع سنته، ولا أن نموت على ملته، ولا أن نحشر في زمرته، بل نسأله جل وعلا أن يعطينا ذلك كله.